انا برضو هاخد من اخر كلام للاستاذ انيس، ما اعرفش واعتقد انت من الناس اللي طول عمرها معانا يعني، وعارف ان النادي الاهلي موضوع الضغط ومش الضغط والكلام كده كده المجموعه دي معقده يعني من اول يوم، والمجموعه من دي اول قرعتها وهي معقده، فبالتالي انا شايف الطبيعي جدا ان الهلال كان هيكسب بلاتينيوم، الطبيعي جدا ان النادي الاهلي كده كده محتاج كده كده حتى لو كان كسب النادي الاهلي بلاتينيوم تمام. بعد نتيجه النهارده النادي الاهلي كان محتاج 4 نقط من ال6 نقاط على الاقل يعني. تمام، هي مباراه وحيده اللي فرقت مع النادي الاهلي في مشواره في المجموعه، مش مباراه بلاتينيوم، لان انا معاك في الحته دي، هي مباراه النجم هناك. برافو عليك، مباراه النجم هناك هي المباراه اللي فرقت في مش تعقيد المجموعه، ولكن هي المجموعه دي ظروفها كده باين ان انت اولا في اهلي وفي نجم وفي هلال، ايا كان مستوى الهلال السوداني معروف مبارياته مع النادي الاهلي تحديدا، يعني تحديدا ومواجهته مع النادي الاهلي تحديدا. وفي نفس الوقت النادي الاهلي يعني النهارده انا يعني كنت بتفرج مع بعض الزملاء في النادي الاهلي على المباراه، وقبل الهدف بتاع الهلال قلت لهم الهلال هيكسب، واضحه كانت واضحه يعني. فقلت لهم الاهلي عمره ما تاهل على حسابات غيره، الاهلي دايما هو اللي بيأهل نفسه. مظبوط، عمر ما الاهلي اعتمد على حسابات تاهله، الاهلي جاهز بيتاهل. وبالتالي من حق الاشقاء ان هم يكونوا طمعانين في مكسب، طمعانين في اداء، رغم ان هم فرصتهم اسهل شويه لان عندهم الماتش الاخير امام بلاتينيوم في ملعبهم اسهل كتير، هو بيعتبر وصل يعني اموره في الكوره حساباته اسهل بكتير من النادي الاهلي، كذلك الهلال بيبص على الحسابات، لكن احنا ما عندناش حسابات غير مباراه بكره، مش هينفع نفكر في حساب في المباراتين. الست نقاط ما فهمش كلام، لكن زي ما انت قلت يا كابتن اسلام في الانترو بالظبط، مش هنشغل نفسنا غير بمباراه بكره بس، التركيز يبقى فيها، الجمهور يبقى موجود، المنافسه محترمه جدا مع اشقاء بتدور على ال3 نقاط امام مدرب وفريق محترم طبعا. مدرب خادع جدا هيلعب بنفس الطريقه من وجهه نظري اللي لعب بيها في ملعبه، هيقفل بشكل كويس، هيلعب على الهجمات المرتده، اعصابه هو اهدى، الامور في الفندق عندهم في مقر الاقامه دلوقتي هاديه جدا، ولسه مخلصين العشاء والمحاضره الفنيه في فريق النجم، والامور يعني هم مرتاحين نفسيا اكتر، كذلك الامر لعبتنا في النادي الاهلي. هاخد برضو من كلامك الضغط ملوش جمله من الاعراب مع النادي الاهلي، كلمه الضغط مع لعيبه النادي الاهلي كل مبارياته مضغوط، هو على طول مضغوط حتى مباريات الدوري داخليا وخارجيا بالظبط، وبالتالي كل ما زاد الضغط على فرقه النادي الاهلي زاد الانتاج، كل ما زاد الضغط على فرقه النادي الاهلي ولعبته زاد الانتاج، لعيبه النادي الاهلي بتبقى عارفه موقعها ايه وعارفه ايه اللي مطلوب منها، زياره الكابتن محمود الخطيب المتتاليه تؤكد اهميه المباراه، يعني التركيز اللي عليه الفرقه بشكل كبير، وتوفيق ربنا هيكون هو اللي ناقص. طيب هنكمل كلامنا، لكن خلينا نروح نشوف المؤتمر الصحفي.